طيب نروح بقى للشأن الداخلي من الشأن العالمي ونشوف البيان اليومي لوزارة الصحة الخاص بانتشار فيروس كورونا، نشوف أعداد المصابين وأعداد المتعافين. وخلينا نبتدي الأول بالمتعافين، ربنا ينعم عليهم يا رب جميعا بالشفاء. وزارة الصحة والسكان أعلنت عن خروج 1213 حالة أو متعافي من فيروس كورونا، وده طبعا بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة، وده طبعا وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية. كده بيرتفع إجمالي المتعافين ل 412161 حالة. كمان تم تسجيل 1521 حالة جديدة ثبت إيجابية تحليلها معمليا للفيروس، يعني بنتكلم في المتوسطات برضو لغاية دلوقتي. أنا شايف أن هي أو يعني أعتقد أن احنا بالمتابعة كده لسه مرتفعة، بالإضافة إلى وفاة 48 حالة جديدة، ربنا يرحمهم ويصبر أهاليهم يا رب. كده بيصل إجمالي بقى العدد اللي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد ل 482248 حالة، من ضمنهم 412161 حالة تم شفائها و 24040 حالة وفاة. مرة تانية ودائما وأبدا بنأكد على حضراتكم الموضوع طويل، وممكن يكون الله أعلم طبعا دي حاجة في علم الغيب إن احنا ممكن نتعايش مع ده، فلازم إن احنا نتعايش. يبقى ده جزء من روتيننا اليومي، جزء من روتين اليوم ان انت تبقى لابس الكمامه بتاعتك، ان النظافه من الايمان، ان انت تغسل ايدك باستمرار، دي حاجه مش محتاجه مجهود. يبقى في نوع من انواع التباعد الاجتماعي، اعتقد ان احنا اتعودنا خلاص ان هو موضوع ان احنا نسلم على بعض ونبوس بعض ونحضن بعض، والحاجات اللي احنا كنا بنعملها زمان اتعودنا ان ده ما بقاش موجود، وبقى ما حدش بيزعل من عدمه. فنرجو ان حضراتكم تلتزموا بكل الاجراءات دي. لازم ناكد على حضراتكم موضوع اللقاح مره واثنين وثلاثه، اللقاح مهم جدا جدا. مش هنقول ان شايفين على الشاشه طبعا الموقع الرسمي لوزاره الصحه علشان تسجيل اللقاحات، ده بالنسبه للناس اللي لم تحصل على اي جرعه، فانت لسه بتدخل تسجل نفسك. وحتى لو مش هتسجل نفسك على هذا الموقع، من خلال بقى العديد من المراكز المنتشره في كل مكان دلوقتي، اعتقد ما فيش حته في الجمهوريه ما فيهاش مراكز لتلقي اللقاح، بتروح تسجل نفسك على طول وبتحصل على اللقاح في نفس الوقت، ما بتستناش رساله ولا كلام من كده، بالعكس بعد كده هما بيبعتوا لك بميعاد مثلا الجرعه الثانيه، لو اخذت جرعتين بالفعل بتاخد ميعاد الجرعه الثالثه اللي هي الجرعه التعزيزيه. نهتم، لان في ناس كتير جدا اعرفها للاسف يعني ما اهتمتش قوي او غير مهتمه بحكايه الجرعه التعزيزيه، لا الجرعه التعزيزيه مهمه جدا جدا عشان تحافظ على المناعه في جسمك. اللقاح مش بيمنع، لكن اللقاح بيقلل بالتأكيد من احتمالية ان هو ينتقل لك المرض، ده رقم واحد. لكن المؤكد ان اللقاح بيمنع المضاعفات الخطرة، او يمنع ان هو في حالة الإصابة ان لا قدر الله الموضوع يوصل للمستشفيات ويوصل للعناية المركزة ويوصل لأجهزة التنفس الصناعي، فبالتأكيد بنأكد مرة واثنين وثلاثة على هذا الموضوع، وخصوصا بالنسبة لكبار السن، لان كبار السن كانوا من اول الناس اللي حصلوا بالفعل على اللقاح. فأعتقد أن عدى فترة زمنية كافية أنهم يحصلوا على الجرعة التعزيزية. فأي حد عنده بقى والده وعنده جده أو ما شابه يتابع معاه أن هتلاقي دلوقتي موعد الجرعة الثالثة أو الجرعة التعزيزية. كل أب وأم مسؤولين بشكل كبير جدا أن هم يقدموا لأولادهم، إحنا عندنا سن التطعيم دلوقتي من 12 سنة، فالأطفال مش هم، أو حتى لو يقدروا يدخلوا يسجلوا نفسهم ما فيش مشكلة، بس لازم موافقة ولي الأمر. فدي مسؤولية مهمة جدا على كل أب وأم، علشان طبعا الأطفال بيروحوا مدارس، وحكاية إن هو في توقف في مدارس وما فيش أي نوع من كده، وفي دلوقتي الحضور بشكل كامل، فلازم إن أنتوا تاخدوا بالكم كل الأطفال يحصلوا على اللقاحات، وربنا يا رب يعافينا جميعا.